تواصل شرطه خدمه المجتمع اداء مهامها في انفاذ القانون من منطلق الالتزام بالاجراءات الاحترازيه للحد من انتشار كورونا وفي هذا الاطار يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه المقرره حيال مخالفي ارتداء الكمامه وكذلك من لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي يعد انفاذ القانون احد المقومات الاساسيه في تعزيز الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد مرحله من التوعيه وتعريف الجمهور بالاجراءات الواجبه بدات شرطه خدمه المجتمع مباشره الاجراءات القانونيه بحق المخالفين الذين يتعمدون عدم ارتداء الكمام اثناء تواجدهم في الاماكن العامه والمحلات التجاريه فيما زاد عدد المخالفات التي تم تحريرها للمخالفين عن 74 مخالفة في رسالة تؤكد للجميع أن الالتزام هو حماية للفرد نفسه وحماية للمجتمع. كما يتم مراقبة الإجراءات المعمول بها داخل المحلات التجارية والتركيز على مبدأ التباعد الاجتماعي والسماح بدخول أعداد محددة للتسوق أو الحصول على خدمة معينة بما لا يسمح بوجود أي شكل من أشكال الازدحام طبعا في هنا اللي حاطين لك الاستيكرات على تلتزم كل بين جاري جاري مسافه متر وانت شاء الله ملتزم. عزيزي المواطن والمقيم ان التزامك بالاجراءات والتدابير الموضوعه بكل دقه هو الطريق لامانك وسلامتك وهو الطريق الامثل للخروج من ازمه كورونا فلا علاج الا بالالتزام. وان تظل في منزلك ولا تغادره الا للضروره ولذا نرجو الالتزام وتمنياتنا بالسلامه للجميع